النصر بيكون بضيافة هجر اللي طارع 16 ألف تذكرة لهالمباراة. هجر الدفاع اللي يعتبر الأضعف استطاع أن يعطل النصر في موقعة الذهاب بالتعادل. على الجانب الثاني النصر يبحث عن تقديم الصورة الجميلة اللي ارتبطت بالفريق خلال الموسمين الماضيين وحقق من خلالها الدوري مرتين. تعود الحياة مجدداً لدورينا وستكون الأحساء المسرح الأول لانطلاق مباريات الدور الثاني الذي يستضيف فيه هجر الطامح لتعديل أوضاعه ببطل النسخة الماضية النصر الراغب في البحث عن مركز يؤهله لآسيا. هجر الذي غير جلده كلياً من اللاعبين الأجانب يقاتل على تحسين نتائجه والابتعاد قدر الإمكان عن المركز الأخير وتحقيق أول انتصار له في الدوري. تغيرات كثيرة قام بها مسيرو الفريق في فترة التوقف وإقامة معسكر إعدادي من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فكل الأرقام في الدوري الأول ضده وأمام النصر يريد تكرار ما فعله في مواجهة الذهاب وتحقيق أكثر من التعادل. هذا الأمر لا يبدو سهلاً أمام فريق اكتمل عناصرياً وعاد مصابوه بتحفيز لنسيان ما قدمه في الدور الأول ومحاولة بدا تحدياً جديداً والتواجد ثالثاً على الأقل. النصر في فترة التوقف وميركاتو الشتاء اكتفى بعودة لاعبه القديم الجديد ماركينوس بدلاً من يونس مختار، ودائماً ما يعود النصر من الأحساء بنتائج إيجابية، وهذا ما يزيد من حماس مدربه كانافارو الذي يعلق الآمال على تغيير الصورة التي ظهر فيها الفريق في آخر مواجهتين أمام الهلال والشباب والتي خسر فيها. فمن سيقص شريط العودة للطريق الصحيح؟